الجزء الثالث من محاضرة اليوم عندنا المثال رقم واحد، تطبيق للخطوات اللي شرحناها بالأجزاء السابقة. Example 1: Calculate the accumulated volume of earthwork for the data shown in the table below. Assume shrinkage factor equal to 0.1. فإذا في هذا السؤال انطانا طلب من عندنا حساب الاكيوميليتد فوليوم لأعمال الأرضية لبيانات المرفقة في الجدول، هذا الجدول، وهنا طلب من عندنا نفرض الشرينكج فاكتور 0.1. احنا قلنا إذا ما يعني ما فرضناها ناخذ قيم قيمة الشرينكج فاكتور ضمن قيم المعطات الخاصة حسب نوع التربة. طبعا بما أنه هنا هو ما حدد نوع التربة، معناته راح نفرض يعني من محدد نوع التربة، احنا قلنا التربة الصخرية تكون الشرينكج فاكتور إلها أو السلولينج فاكتور بين 0.2 إلى 0.3. هنا القيمة المعطاة عندنا تخص التربة النورمال. إذا ما قال لنا نورمال فإحنا هنفرضها نورمال، لأنه يعني نحدد نوع التربة حسب قيمة الشرينكج فاكتور المعطاة. يعني من تكون القيمة أكبر من الماكسيمم، احنا عندنا مثلا بالقيمة النورمال سويل هي ما بين 0.05 الى 0.15، ف 0.1 هي ضمن الرينج، فاذا هي معناتها يعني نورمال سويل. فاذا ما ذكرنا نوع التربة فاحنا حنفرضها نورمال سويل على اعتبار الشينكج فاكتور معطينا 0.1. اذا كانت القيمة ضمن الرينج الخاص بالباك فاكتور بالروك سويل فنعتبرها بالك سويل، بالحالة راح يختلف طريقة احتساب الكوركتد فوليوم، فهذه هي اللي ننتبه لها. نجي هسه إلى البيانات المرفقة بالسؤال الموضحة بهذا الجدول. منطيني بالعمود الأول الستيشن المحطات، واللي عندي مثلا هنا محطة رقم صفر، هذه أول نقطة يعتبر الأوريجين بوينت بالطريق واللي حنثبتها كأوريجين بوينت بالماس هول دايجرام، وتليها المحطة رقم واحد، وتليها المحطة 3. هنا يمكن الطالب يسأل يقول محطة 2 وينها؟ هنا أقولكم إنه من تكون المحطات المساحات بيها متساوية فماكو داعي نعيد الحسابات. يعني مثلا محطة 1 ومحطة 2 نفس السكشن ونفس المساحة، فبالحالة فظن إنه من نعيد الحسابات الحجوم بيها، لأن إحنا أول ترى رح نأخذ الأفرج ما بين المحطة 1 والمحطة أول محطة تختلف بيها الحسابات الأريا واللي هي كانت محطة 3. نفس الشيء بين 3 و5، الأربعة ما مذكورة، إنه معناتها من 3 إلى 5 المساحات هي متساوية، من 5 إلى 8 كذلك مساحات متساوية، فلذلك طفلنا رأسا إلى 8، ونفس الشيء من 8 إلى 12. ايش منطيني لكل محطة؟ منطيني الاند اريا بالمتر سكوير، واحنا ونوضحنا مشرحنا الخطوات باول خطوة، قلنا اما السكشن يكون فل او يكون كات او يكون فل وكات، وهسه احنا ثلاث حالات هاي عندنا هنا. راح نشوف بالمحطة رقم صفر السكشن عندي كات، شو عرفنا؟ لانه انطاني قيمة للكات اريا وما انطاني قيمة للفل اريا، معطيها صفر، فمعناته هنا مستوى الارض الطبيعية اعلى من مستوى او منسوب الطريق المقترح، فلذلك صار عندي اعمال كات. بالمحطة الثانية المحطة رقم واحد نفس الشيء، أيضا السكشن كان عندنا كات، عرفنا لأنه مطينا هو قيمة للكات ومطينا صفر للفل. بس بالمحطة ثلاثة السكشن هو فل لأنه انطاني قيمة للفل أريا بنطاني للكات أريا باعتبارها صفر، فمعناته هنا مستوى منسوب الطريق أعلى من مستوى الأرض الطبيعية. أما بالمحطة خمسة فمطينا قيمة للفل ومطيني قيمة للكات، فمعناته هو نوع السكشن اللي يكون ب يعني بي كات وبي فل، فلذلك في الحالة احنا نحتاج الجمع الجبري ورا ما نحسب الفوليوم. نفس الشيء بالنسبة للسكشن 8 عندي كات وفل، وبالنسبة للسكشن 12. هسه راح اخذ هاي الارقام وابدي بخطوات الحل. أول شيء سويناه بالحل رتبنا جدول يوضح به خطوات الحل. أول شيء نزلنا الستيشن اللي هي 0, 1, 3, 5, 8, 12، ونزلنا الأريا حسب الوحدة المعطاة اللي هي بالمتر سكوير، وحسب القيم المعطاة بالتيبل بالسؤال. القيم الفل ثبت
حطيناها هنا يعني وضحنا انه هي اشارتها سالبه والكات هي اشارتها موجبه، ونزلنا نفس القيم المعطاه بالسؤال، وقلنا احنا وضحنا اذا القيم الاريا معطاه نزلها نفسها، اذا كان غير معطاه فراح ينطينا الكروس سكشن لكل محطه ونحتاج احنا نحسب المساحه. اول خطوه راح نحتاج نحسب الفوليوم لكل ستيشن حسب اذا كان فل واحد واذا كان كات واحد، وبعدين نحسب الكوركتد كات فوليوم اللي هو راح نضربه بالواحد ماينس شرينكج فاكتور، وبعدين نحسب البالانس فوليوم اللي هو حاصل الجمع الجبري جبري للفل بلس بلس الكات فوليوم يعني من هذا الجدول من هذا الكولوم، واخيرا نحسب الاكيوميليتد مثل ما حنوضح بالخطوات القادمه. فنجي هسه لاول محطه، راح احنا افتهمنا بحسابات الفوليوم قلنا هو حاصل الافرج لمساحه الفل او الكات لمحطتين متتاليه مضروبه في مسافه ما بين المحطتين. فعندنا هنا مثلا المحطه صفر منطينا الفل اريا صفر، والمحطه واحد منطينا الفل اريا واحد، فحاصل جمعهم او المعدل راح يكون هو صفر. فلذلك مضروبة في المسافة ما بين المحطتين اللي هي واحد ستيشن يعني 100 متر، فتطلع عندي الناتج صفر. ثبتناه وين؟ بالفوليوم خاص بالفل. نكمل حسابات الفل حجوم الفل لبقية المحطات وبعدين ننتقل إلى الكات. فنجي هسه للمحطة الثانية والثالثة. المحطة الثانية والثالثة الأفرج للمساحتين الفل اللي هو صفر زائد 2 على 2 راح يساوي واحد مضروب في المسافة ما بين المحطتين اللي هو 3 - 1، المحطة 3 - المحطة 1 يعني محطتين مضروبة في 100 200، فحيصير عندي واحد مضروب في 200 راح يساوي 200. راح نجي هسه نحسب الحجم التربة بين محطتين 3 و5، فعندنا الفوليوم او المساحة الفيل اريا بالمحطة 3 2 وبالمحطة 5 3، فحاصل جمعهم 5 تقسيم 2 حتى نحسب الافرج راح يطلع 2.5، نضربها في المسافة ما بين محطة 3 و5 اللي هي حتطلع 200، فحيصير عندنا 2.5 × 200 الناتج 500. ثم نجي الى المحطتين 5 و8 الافرج للمساحة مساحة السكشن 5 في الاريا 3 ومساحة السكشن 8 في الاريا 3، الافرج لهم راح يكون هو 3 مضروب في المسافة ما بين السكشن 5 والسكشن 8 اللي هو 300 راح يطلع 900. وبعدين نجي الى المحطتين الاخيرة، عندنا المحطة 3 في الاريا 3 والمحطة 12 في الاريا 1.7، حاصل جمعهم حتى ونقسمها على 2 حتى نطلع الافرج ونضربها في المسافة ما بين المحطتين اللي هي عندنا 400 متر راح يطلع لنا 940. هسه خلصنا الحسابات الفل فوليوم اللي المفروض تكون هي اشارتها بالسالب، راح ننتقل الى حسابات الكات فوليوم المفروض تكون اشارتها بالموجب، وراح نبدي باول محطتين اللي هي محطه 0 والمحطه 1. الكات اريا بالمحطه 0 عندنا 2 وبالمحطه 1 عندنا 4، فالافرج لهم راح يكون هو 2 + 4 / 2 راح يطلع 3 مضروب في المسافه ما بين المحطتين اللي هي 100 متر فحيطلع الناتج 300. الآن تطلع عندنا 300، راح نجي إلى المحطتين التالية اللي هي عندنا الواحد محطة واحد ومحطة 3، الكات أريا بالمحطة 1 - 4 وبالمحطة 3 - 0، المعدل لهم راح يكون هو 2 مضروب في المسافة بيناتهم اللي هي 200 متر يطلع الناتج 400. ثم نجي إلى المحطتين التالية المحطة 3 والمحطة 5، الكات اريا بالمحطة 3 - 0 وبالمحطة 5 - 2، حاصل جمعهم على 2 حتى نحسب الافرج هو 1 مضروب في المسافة ما بين المحطتين 3 و5 اللي هي 200 يطلع عندي 200. ننتقل الى المحطتين 5 و8، 2 + 4 / 2 يطلع 3 مضروب في المسافة ما بين 8 محطة 5 ومحطة 8 اللي هي 300 متر،
فحيصير عندي 900. ثم نجي إلى المحطتين الأخيرة 8 و12. الأفرج لأربعة وواحد هي 2.5 مضروبة في المسافة ما بين 12 و8 اللي هي 400، يطلع لنا 1000. خلصنا حسابات الكات فوليوم اللي هي مفروض تكون بالإشارة الموجبة. رح نجي هسه نحسب الكوركتد كات فوليوم بضرب الكات فوليوم بالحاصل القيمة اللي هي 1 ناقص الشرينكج فاكتور. الشرينكج فاكتور عندنا 10%، يعني 0.1، راح يصير الناتج هو 1 ناقص 0.1، يعني 0.9. معناتها أضرب كل قيمة من قيم الفوليوم الكات فوليوم اللي حسبناها في 0.9. فنجي إلى أول قيمة عندنا 300 في 0.9 راح يساوي 270، طبعا بالإشارة الموجبة. ونجي إلى القيمة الثانية 400 أضربها في 0.9 يطلع عندي 360 بالإشارة الموجبة. وثم نجي إلى 200 أيضا أضربها في 0.9 يطلع عندي 180. وأنتقل إلى 900 أضربها في 0.9 يطلع 810. وآخر قيمة عندي 1000 أضربها في 0.9 يطلع عندي 900. فإذا هذه هي قيم الكوركتد كات فوليوم. يبقى عندنا خطوة قبل الأخيرة هي حساب البالانس اللي هي حاصل الجمع الجبري لحجم الفل اللي نعطي إشارة سالبة مع الكوركتد كات فوليوم وليس الكات فوليوم الأصلي، الكوركتد اللي هو نعطي إشارة موجبة. يعني من نجي إلى أول قيمة اللي هي فل منطيها صفر زائدا 270 اللي هو correct cut volume مفروض يطلع هنا الناتج 270. بعدين نجي إلى القيمة الثانية ما بين المحطتين الثانية والثالثة اللي هي 200، عفوا ما بين المحطة 1 و3 عندنا 200 بالماينس زائداً 400 عفوا مو 400، احنا ناخذ 360 بالموجب، يعني 360 ماينص 200 يطلع عندي الناتج 160 بالموجب. وهنا ضروري نثبت الإشارة حتى بالأكيوميليتد نعرف احنا نطرح لو نجمع. راح نجي إلى الحجم المروري ما بين السكشن 3 وسكشن 5 اللي عندي هو بالماينص الفل 500 وبالموجب 180، يعني 180 ماينص 500 يطلع الناتج عندي ماينص 320. فنثبت الإشارة ماينص حتى أيضا ننتبه من نحسب الأكيوميليتد فوليوم. ونجي هسه البالانس ما بين المحطة 5 و8 عندنا ماينص 900 زائد 810 يطلع الناتج ماينص 90. آخر فوليوم عندنا ما بين المحطة 8 والمحطة 12 عندنا 940 بالماينص و 900 بالموجب يطلع ماينص 40. إذا صار عندنا البالانس هنا حسب الإشارات جاهزة حتى نقدر نحسب الأكيوميليتد فوليوم. الأكيوميليتد فوليوم نبدي من أول محطة اللي هي محطة 0 نثبت بها الفوليوم الأكيوميليتد فوليوم 0. ثم نجمع الصفر هذه مع أول بالانس عندي ما بين المحطة الصفر والمحطة اللي تليها اللي هي 270. فصفر زائد 270 راح يساوي 270. هاي وين نثبتها؟ نثبتها بالأكيوميليتد فوليوم مقابل المحطة التالية اللي هي محطة رقم 1، يعني في هذه الخانة راح أخلي رقم هو 270 بالموجب. وهنا طبعا أيضا نثبت الإشارة حتى بالرسم عندنا ننتبه موجبة أو سالبة. بعدين نجي هذه 270 راح ناخذها وجمع جبري مع قيمة البالانس بين ما بين المحطتين التالية ما بين محطة 1 ومحطة 3 اللي هي 160. ف 270 زائد 160 الناتج وين أثبته؟ أثبته بهذه المكان اللي هي بهذا المكان اللي هو مقابل المحطة 3، فراح يكون الناتج اللي هو 430 راح يكون هنايا مقابل محطة 3.
بالنسبة للأكيوميليتد فوليوم للمحطة الخامسة راح يكون هو 430 أكيوميليتد فوليوم للمحطة السابقة، ونجمع وياها البالانس حسب الإشارة اللي هي دي ماينس 320، فيطلع الناتج 110 بالموجب أمام المحطة الخامسة. بالنسبة للمحطة الثامنة عندي الـ accumulated volume للمحطة السابقة اللي هي 110 أجمع ويا البالانس اللي هو ماينس 90 راح يساوي عندي زائد 20 أثبتها أمام المحطة 8. وآخر محطة عندي محطة 12، عندنا إحنا accumulated بالمحطة السابقة زائد 20 أجمع ويا البالانس اللي هو ماينس 40 راح يطلع عندي ماينس 20 أثبتها مقابل المحطة. إذن صار عندي هسه accumulated volume جاهز حتى أقدر أبدي رسم الماس هول diagram.